في صحيح البخاري أحاديث تتناقض مع القرآن الكريم وتنال من عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صحيح البخاري أساسا مخطوطة البخاري التي كتبها بخط يده لا وجود لها، والمخطوطة لصحيح البخاري التي وجدت يعود تاريخها إلى 250 سنة بعد وفاته، وكان يتناقلها تلامذته بالسماع، وهذه النسخة التي عثروا عليها غير كاملة ويوجد فيها أخطاء في النقل بالنسبة للناقلين. فالذين تجرؤوا على وضع أحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يتجرؤون بدس أحاديث ينسبونها إلى البخاري؟ إضافة أن البخاري أساسا بشر ليس معصوما عن الخطأ. مشكلتنا تكمن في الحركة السلفية، لأنه اعتماد ما تفسير أو الفهم السلف للنص القرآني هو الذي أوقعنا الآن ووصلنا إلى ما وصلنا إليه من اختطاف الإسلام وتشويه صورته. دعاة الحركات الإصلاحية سواء كانوا قدامى أو محدثين اعتمدوا الفهم البشري للنص القرآني وبنوا عليه حركاتهم ودعواتهم، بذلك لم تحقق أي حركة في رأيي أنا، من وجهة نظري أنا لم تحقق أي تقدم في تحسين أو في تصحيح الخطاب الديني. لأن الخطاب الديني أنت قبل أن تبدأ في التطوير والتجديد أو التحسين لابد أن تقوم ما فيه من أخطاء وتصححه. الإمام محمد بن عبده بنى دعوته على إيه؟ هو دعا على إعمال العقل، ولكن اعتمد النص السلف، يعني اعتمد الفهم السلف للنص الإلهي. هو أيضا لم يفكر في إعادة فهم النص الإلهي وتصحيح الفهم البشري الخاطئ للنص الإلهي.